السلام عليكم، رمضان كريم للجميع ان شاء الله. بون، ارتئينا ان نديروا هذه المبادره تحت شعار رمضان. رمضان فرصتك للتغيير، هي فرصه لجميع الناس فئه العمريه من اجل يعني انقاص الوزن في هذا الشهر الفاضل يعني ان شاء الله. رانا هنا عندنا مختلف الفئات العمريه مارسوا تدريبات على الهواء الطلق هنا بالملعب الجواري لاسيتي. رحبوا بالجميع ان شاء الله في جو محترم، في جو رياضي، تدريبات منظمه، حصة تدريبات من 45 دقيقة إلى ساعة، فيها يعني هي عندنا حصتين، حصة لياقة بدنية وحصة كارديو لإنقاص الوزن. الأيام اللي نستقبلوا فيها الناس هنا في الملعب الجواري لاسيتي هي أيام الأحد والثلاثاء والجمعة على الساعة 5:30 مساء. مرحبا بالجميع، الدعوة عامة ومجانية ولكل الفئات العمرية. والله الا عندنا مبادره، احسن مبادره. شوف، منذ عندي تقريبا 50 سنه ما خدمت كيما هكذا، والله مبادره جيده. هذه نهبط من الحرب هنا لجل تفقد الوزن وعليك، واش الله ما الله يبارك مساعدينا في كل شيء. والرياضه واش نقول، ندعو للجميع اللي يقدر يجي بخير. الحمد لله اللي وفقنا رب العالمين اللي قمنا بهذه المبادره الخيريه رياضيه اللي تفيد كامل سكان مدينة بوقاعة وضواحيها. الله يبارك، يعني جونا يعني ناس كثيرة. التمارين هذه تعاونهم خاصة على اللياقة البدنية باش يكونوا مرتاحين في الحياة اليومية تاعهم، تساعدهم على التحرك، على المشي، على قضاء حاجياتهم اليومية، ومام طون تعاونهم ثاني باش يقوموا يعني انقاص الوزن. كنريض مع اسمه، كي نجي هنا نريض معاهم نحس روحي نرتاح مورال مون، نرتاح نفسيا، نرتاح بدنيا. اشكر لي كوتش سي صهيب وسي يعقوب على هذه المبادره الطيبه، وخاصه تفكروا الشبيبه كيما احنا ب 50 سنه وطلع، يعني واحد ما تفكرنا. بارك الله فيهم وربي يجزيه خير ان شاء الله.